هرمون الذكورة. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هكلمكم عن هرمون الذكورة، وده هرمون بيهم ناس كتير قوي وناس كتير قوي بتسأل عنه، فخلينا نتكلم عنه شوية. ده هيكون الجزء الأولاني، الفيديوهات كلها 5 أجزاء. الجزء الأولاني عبارة عن مقدمة، وبعدين 4 أجزاء كل جزء يتكلم عن أحد التفاصيل، فاستمروا في متابعة هذه المجموعة. وقبل ما انسى، اللي كان ما سجلش نفسه كمشترك يشترك عشان تجيله الاختيارات اول باول، ولو عجبك الفيديو تبقى تعمل لايك. واشكركم جميعا. انا جات لي كام سؤال كده من شباب ومن برضو ناس عواجيز عن هرمون اسمه ايه، هرمون التستوستيرون او هرمون الذكورة. هو اسمه هرمون الذكورة لكنه موجود في الستات وفي الرجالة، بس سميناه ليه هرمون الذكورة؟ اولا لانه موجود اكتر بنسبة اعلى بكتير في الرجال، ثانيا لانه هو اللي مسؤول بانه بيحول الطفل او الفتى الى رجل عند مرحلة البلوغ، فعشان كده سميناه هرمون الذكورة. وبصراحة انا بسميه هرمون الحياة، هنعرف بعد كده ليه. في الفيديو النهاردة هكلمكم عن الهرمون ده شوية، ايه اهميته، ويا ترى لو ناقص بيعمل فينا ايه، طرق تزويد هرمون الذكورة، وبعد كده هقول لكم على 4 طرق، احسن 4 طرق نزود بيها هرمون الذكورة. والجميل ان الـ4 طرق طبيعية ربانية، لا محتاجة حقن ولا محتاجة حبوب ولا محتاجة اي حاجة، محتاجة منك بس انك تواظب وتسمع الكلام اللي انا هقوله. باختصار شديد، الـ4 خطوات هما ان انت الاكل، الطعام الصحي، التغذية السليمة، النوم السليم الصحي، ثالث حاجة ممارسة الرياضة المنتظمة بصورة يومية، رابع حاجة تناول المكملات الغذائية. في الأجزاء الجاية إن شاء الله من الفيديوهات هنتكلم عن كل واحدة من دول بالتفصيل، وإزاي بالظبط كل حاجة من دول بتؤثر على هرمون التستوستيرون، يعني إزاي الأكل بيأثر على هرمون التستوستيرون، وإيه هي الأكلات اللي أكثر شهرة بأنها بترفع هرمون التستوستيرون. نفس الحكاية النوم، هنشوف إزاي النوم الصحي الصحي بيأثر ويرفع التستوستيرون، وعدمه بيقلل التستوستيرون. الحاجة الثالثة الرياضة، هوريكم برضو إزاي الرياضة ديت أو إيه الآلية اللي الرياضة بيها بترفع هرمون التستوستيرون. والحاجة الأخيرة اللي هي المكملات، يعني الواحد ممكن يسند هذا الكلام عشان يعوض النقص في الأكل إذا ما كانش يقدر يحط في أكله الطعام اللي هو فيه يكون صحي بدرجة كافية ويكون فيه المغذيات اللي هي فيها ترفع من مستوى التستوستيرون. المكملات ممكن تساعد الواحد. في الـ4 أجزاء الجاية، المجموعة كلها 5 أجزاء، فتابعوا معي إن شاء الله وبإذن الله تستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.